تحت شعار نظافة البيئة لصحة أفضل، أقامت مديرية بلدية بلي وبارزان وبالتعاون مع قيادة حماية البيئة وبإشراف قائم مقامية قضاء ميرغاسور وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين حملة لتنظيف منتجع ملي الواقعة في بارزان. والهدف من هذه الحملة توعية المواطنين والعوائل الزائرين إلى هذه المنتجعات بتنظيف أماكن إقامتهم بعد الانتهاء. حملة على مستوى قضاء ميرغاسور من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، والهدف من الحملة هو لتوعية المواطن من أجل المحافظة على البيئة، وإن هذه البيئة علينا المحافظة عليها لأنها سوف تبقى للأجيال التي تأتي من بعدنا. تحت شعار المحافظة على البيئة لأجل حياة سعيدة وكريمة في منطقتنا، منتجع ملان في منطقتنا، لأن هذه المنطقة في الشهر الشباط حتى تشرين شهر تشرين الثاني يعني عدد العوائل الذي يزور هذه المنطقة كلش يعني كثيرة. لهذا السبب قمنا بكل سنوات نقوم بتنظيف هذه المنتجع. نحن مديرية بلدية بارزان مع مديرية بلدية بلي وتحت إشراف قائم مقامية قضاء ميرغاسور، قمنا بحملة تنظيف منتجع ملي حيث يأتون إليها المواطنون كل عام. وبالنسبة لنا نظافة المنطقة هو واجب وطني وأخلاقي، وعلينا المحافظة على البيئة. سالانا ام حلمت ات پاکش کرنه لتوا منطقه بارزان تکین با ارمان جهندیکو سنويا نقوم بحملة تنظيف منطقة بارزان، والهدف من هذه الحملة التقليل من المواد البلاستيكية والأوساخ وأن نجعلها بمستوى الصفر. وهنا ندعو المواطنين الذين يأتون إلى هنا المحافظة على نظافة المنطقة. هذه الطبيعة هي بيوتنا التي تأوينا، وعلينا المحافظة عليها. وش أخولاد بينن وجي واتف خوش بيلن كسبة إبرائك وان عائلة وان خزمة وان بيت أوش بشي خوش يلي ببيني وكي وان. المحافظة على البيئة من أسس المهمة للحركة البارزانية والتي بدأت في القرن العشرين، تعتبر من أخلاقيات لحركة بارزان وواحدة من نهج البارزاني، وتحديدا متساوية مع نهجه الاجتماعي ومتوازية ومتكاملة. وقد تعدت مرحلة التقليد العشائري وأصبحت ثقافة. هذه الأشجار وهذه الغابات الجميلة لم تأتي من فراغ، بل إنما جاءت بفضل أنظمة وقوانين وضعتها لنا شيوخ بارزان، وكانت نتيجتها هذه المنتجعات الجميلة. مخلص ميرو، نصمات زاغروس، زاغروس تي في، بارزان.